بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في سن الحيل والزمول، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السادس الخاص للزمول هنا من مسافة 8 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات، ننطلق مع المركز الأول والصدارة، ننطلق مع الباس سعيد بن فهد بن سعيد بالخديعة المري منطلقا على المركز الأول والصدارة، ثاني المراكز وثاني الانطلاق. هناك ثاني المراكز وصل غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري على ثاني المراكز وثاني الانطلاق، ثالث المراكز وثالث التحديات وصل هنا العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني، وفي رابع المراكز هناك لطام سلطان بن محمد بن حمد النيادي على رابع المراكز، خامس المراكز ريمان محمد بن منصور الهاجري على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونعود إلى المركز الأول غياث الجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري على المركز الأول وعلى الصدارة. ثاني المراكز وصل الباز سعيد بن فهد بن سعيد بالخديعة المري على ثاني المراكز وثاني الانطلاق، ثالث المراكز قادم هنا العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني الهاجري، وفي رابع المراكز هناك لطام سلطان بن محمد بن حمد النيادي على رابع المراكز، خامس المراكز هناك من الجانب الآخر مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هناك أتابع ريمان محمد بن منصور الهاجري على خامس المراكز. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الثانية للخمس المراكز المتقدمة والشعارات المنطلقة الباحث عن الناموس في هذا اليوم، يوم ختام المحل التاسع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأعود إلى المركز الأول والصدارة، أعود إلى غياث الجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري على المركز الأول. ثاني المراكز هناك قادم وصل هنا العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني، وفي ثالث المراكز وصل لطام سلطان بن محمد بن حمد النيادي، وهنا وصل أيضا شاهين راشد بن محمد بن ناصر لخن على ثالث المراكز، يغير إلى ثالث المراكز. رابع المراكز لطام سلطان بن محمد بن حمد النيادي، ورابع المراكز أو خامس المراكز ريمان محمد بن منصور هنا الهاجري على خامس المراكز. الله يا الأسماء والشعارات المنطلقة خلف دائرة النداء والإذاعة، ترقبوها في الأمتار القادمة، وهناك أسماء وشعارات. وأعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة، أعود إلى غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري منطلق من بداية الشوط وهو على المركز الأول. ثاني المراكز من الجانب الآخر شاهين راشد بن محمد بن ناصر لخن على ثاني المراكز، هنا انقضت 3 كيلو، هنا لائحة 5 كيلومترات، وهنا منطلق غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. ثاني المراكز من الجانب الآخر شاهين راشد بن محمد بن ناصر لخن على ثاني المراكز، ثالث المراكز ثالث الانطلاق، هنا العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني، ورابع المراكز وصل هنا على رابع المراكز. قادم الله يا رابع المراكز.
رابع المراكز وصل هنا قادم شاهين بشعار الإحبابي على رابع المراكز. وصل شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي على رابع المراكز وخامس المراكز. وصل هنا لطام سلطان بن محمد بن حمد النيادي. الله الله، أعود مع المركز الأول والصدارة، أعود مع غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري منطلق مع غياث مع المركز الأول والصدارة. ثاني المراكز وثاني الانطلاق شاهين راشد بن محمد بن ناصر لخن. وفي ثالث المراكز العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. وفي رابع المراكز شاهين، وصل شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي. أول نداء هنا أو ثاني نداء هنا منطلقا شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي. انتصفت المسافة 4 كيلومترات انقضت، ويتبقى لنا مثلها. وشاهين هنا هو غياث منطلق على المركز الأول جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. ثاني المراكز وصل الله شاهين راشد بن محمد بن ناصر لخن. وهناك من الجانب الآخر شعار الإحبابي، هناك شعار ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي. ورابع المراكز ورابع الانطلاق هناك من الجانب الآخر منطلقا على رابع المراكز. هناك وصل العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. خامس المراكز وصل مياس مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. أول نداء لمياس منطلقا بشعار مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. وفي خامس المراكز، ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود اللي مع غير ذعت قبل قليل على خامس المراكز، وهو هذا منطلق على الصدارة مياس مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي منطلقا على المركز الأول وعلى الصدارة. ثانيا شعار الإحبابي ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي مع شاهين. وفي ثالث المراكز العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. وفي خامس المراكز أو رابع المراكز غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. وخامس المراكز وصل ريمان محمد بن منصور الهاجري. ولكن أعود مع المركز الأول، وبدأنا بالانعطاف، وهنا منطلق مياس بشعار مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي على المركز الأول، على التحدي الأول، على الصراع الأول. وركز يا مبارك يا بن راشد يا بن سيف يا جفال النعيمي. الله الله، هناك قادم شعار الإحبابي ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي مع شاهين. ثالثا هنا العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. وفي رابع المراكز هناك أرغياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. وخامسا وصل ريمان محمد بن منصور الهاجري على خامس المراكز. ولكن مياس 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 منطلق على المركز الأول وعلى الصدارة مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي على التحدي الأول وعلى الصراع الأول. ثانيا شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي على ثاني المراكز مع شاهين. ثالث المراكز العريق منطلق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. وهنا قادم انطلق ياث على رابع المراكز جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. وهنا وصل ريمان محمد بن منصور الهاجري. وبدأت الزمول بالانطلاق والتقدم إلى الصدارة وإلى الأرقام. وعود
صعود إلى المركز الأول مياس مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي منطلقا مع مياس. هناك شعار الحبابي من الجانب الآخر منطلقا مع شاهين ظافر بن مسعود أو ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي. وقادم هناك العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الهاجري رابع المراكز. ريمان محمد بن منصور الهاجري على رابع المراكز. خامس المراكز يماش أول نضال يماش حمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري. وعود مع مياس مياس مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. هناك العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. وهناك شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. شعار بن هيان قادم مع يماش حمد بن سالم بن هيان العامري. وقادم ريمان محمد بن منصور الهاجري. ولكن أعود مع المركز الأول مع الصدارة العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الهاجري. وهنا ثانيا مياس مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. وهناك منطلقا شعار ظافر بن هادي الهاجري والحبابي. ورابعا شعار العامري. ولكن أعود مع العريق عبد المحسن أجواء كيلو متر الأخير. وهنا منطلق أعود مع الصدارة مع المركز الأول العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. شعار الحبابي من الجانب الآخر. وهنا سراب أول نداء وأول إذاعة السيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. مع هنا سراب الله الله يا سراب. ولكن من الجانب الآخر منطلقا شعار هنا الله هي المركز الأول. سراب مع الصدارة مع المركز الأول. هنا بالراية يتابع سراب مع المركز الأول. راشد بن علي بالراية يتابع سراب. سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. ولكن أعود مع المركز الأول. الله سراب أسعد الله صباحك يا سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هنا وراشد بن علي بالراية في عملية التضمير. مشكور يا راشد تهانينا والناموس لسيد سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين والمضمر راشد بن علي بالراية ثاني المراكز. تهنية من المخرج راشد بن علي بالراية ثاني المراكز. ثاني المراكز كان يماش حمد بن سالم بن حمد بن هيال العامري. وفي ثالث المراكز العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. وفي رابع المراكز كان هناك شاهين ظافر بن هادي مسعود الحبابي. وخامس المراكز مياس مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تهانينا والناموس السيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على فوز سراب ولحظة وصوله الى خط النهاية. مشاهدينا متابعينا الاعزاء التوقيت الزمني ولحظة وصول سراب الى خط النهاية 13 دقيقة 23 ثانية وجزئين من الثانية. فتهانينا والناموس ثاني المراكز. كان هناك شعار العامري مع يماش حمد بن سالم بن حمد بن هيال العامري. التوقيت الزمني 12 دقيقة أو 13 دقيقة 24 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس. وثالث المراكز العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني. التوقيت الزمني 13 دقيقة 26 ثانية وأربع أجزاء من الثانية أو 25 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع.